بالنسبة للقاح، اللقاح اش غنقول لك، هنا في هاد الساعة ديال الجرعة الأولى باقي ما عملت حتى شي، فهمتيني، متخوف واحد شويش، أن كل واحد كتسمع هذا وقع له جلطة، هذا وقع له ما عرف شني، هذا يعني بزاف الأسباب اللي خلتني ما نعملش الأولى. الرأي ديالي كشخصي أنا، اللقاح ماشي فاعل. اللي زادوا الثالثة هما كيقولوا الجرعة الأولى والثانية، مادام الثانية ما محمد شي غيزيدو الثالثة، عاوتاني ملي تكون الثالثة يقدروا يزيدوا الرابعة، يعني هاد اللقاح ما عندوش شي مفعول ولا شي مفعول 100% ولا مضمون، يعني هما كيجربوا وصافي. بالنسبة للجرعة التاسعة أنا كيبان لي يعني ما عندها حتى شي إفادة، يعني هي الجرعة الأولى درناها والجرعة الثانية، ورغم ذلك يعني مازال الحال على هو حال، فهمت؟ يعني ما بالنسبة لي أنا ما عندها حتى شي فائدة، يعني إلا كان عندها شي فائدة هي، أما غير الجرعة الثالثة وصافي يعني ما. انا عملت الاولى وعملت الثانيه صافي عادي. خويا اش نقول لك بالنسبه لهذه المساله ديال الشوكه الثالثه، يعني مازال ما عرفنا شنو هما النتائج ديال الشوكه الثانيه باش نضربوا الثالثه، يعني بالنسبه لنا خصنا يعطيونا واحد الاحصائيات او لا يهضروا معنا يعني باللغه اللي كيفهموها الناس كاملين، ديال راه الناس اللي ضربوا الشوكه الثانيه ها يعني قلت الاصابه ديالهم، ها المفعول ديالها ياك، من بعد يقولوا لنا علاش بغينا نزيدوا الثالثه. يعني انا قريت ذاك القرار صراحه الله، شوف اش نشراتو وزاره الصحه في الباج ديالها اوفيسيل، ولكن ما قايلينش علاش، زعما ما عطينش السبب علاش بغاو يزيدوا الثالثه. قالوا يا خصنا نزيدوا الجرعه الثالثه وشكون هما الفئات المستهدفه، ما قالوش علاش. يعني هنا السؤال المطروح هو علاش بغاو يزيدوها الثالثه، فهمت؟ انا بالنسبه لي هذا هو السؤال المطروح، علاش بغاو يزيدوا الثالثه؟ واش الثانيه ما كافياش؟ واش شفت واحد المساله، قريت واحد الخبر ديال ان في روسيا اللي ضارب استرازينيك وضرب واحد الفاكسان واحد اخر، يعني عطى واحد المفعول اللي هو 100% فعال، فهمتي؟ يعني حنا بغينا نعرفوا علاش بغاو يزيدوا الثالثه، هذا هو السؤال بالنسبه لي الواجب. يعني علاش بغاو يزيدوا الثالثه؟ انا ضربنا الجرعه الاولى وضربنا الثانيه وما عرفناش الثالثه، مازال ما عطاوناش شي احصائيات ولا شي حاجه باش نعرفوا شنو كاين. والثالثه ما انا براسي تفاجات هذا الصباح، هذا لقيتها في باجات فيسبوك كلشي كيهضر على الثالثه، ما فهمناش علاش، واش ما عطاش هاد الجوج الاول ما عطاوش المفعول ديالهم ولا كيفاش، مازال ما عطاوناش شي تصريح شي حاجه تخرج بيد الداخليه ولا. وضروري غتضربها حيت هي راه تجي مع الوقت، راه ضروري تولي تدخل البنك، راه خصك ضروري تحتاج سميتو جواز التلقيح تدخل لشي بلايص، راه ضروري تحتاجه. انا عارف انهم راه غيزيروا في التالي هاد الشيء، هذا ما يخليوش هكا. بغيتي تسافر، انا موالف كنمشي على برا مره، ضروري خصك الجواز التلقيح. ايوا هادشي اللي كان كنتمناو وزاره الداخليه تخرج بشي تصريح وتقول لنا شنو كاين، علاش زعما نضربوها الثالث، حيت الدول كاملين مازال ما شفنا شي دوله ضربت التلقيح الثالث، ولا اكثريه الدول مازال مخلينو غير فرنسا وكذا، مازال مخلينو غير اختياري للشعب، حنا يلزموا علينا راه حنا ضربناه. وصراحة كمتتبع للشأن الوبائي في المغرب يعني ما كانتش واحد المفاجأة، يعني كنا عارفين أن راه ضروري خاصة مع المتحورات الجديدة اللي بانت في المغرب وداك الشيء، يعني كان لابد على حساب الرأي ديال الخبراء في المجال الصحي، قالوا يعني لازم أنه التعزيز بالجرعة الثالثة. وصراحة كندعو المواطنين أنا كاملين يدقوا لا الأولى لا الثانية لا الثالثة إلا نعم مثل الاولى والثانيه، يعني دابا كنتسناو ان شاء الله الدور ديالنا في الثالثه الى كتاب ان شاء الله. وصراحه ما كاين حتى شي لحد الساعه منين خدينا الجرعات بجوج ما كاين حتى شي يعني مضاعفات صحيه ولا شي حاجه، وحتى بالنسبه للقضيه ديال الباسبور اللي يعني اللي جات على المسامع ديالنا انه غيتفرض في يعني في الاماكن العموميه وداك الشيء، الصراحه لان انا بالنسبه ليا يعني مزيان، لانك مادام انت اختاريتي انك ما تاخذش جرعات ديال اللقاح، اذا من حق المواطنين الاخرين حتى هما انهم يتمتعوا بالحريه ديالهم بلا ما تعاديهم تكون انت يعني تتمرر الفيروس. شكرا، لا مرحبا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.